انا كانت عندي بروبليم هنا في الجزائر مع التيار الضريبي، وانا تغيبت 2009، خليت الزوجه. الزوجه هذه منها الراجل، منها الام، منها الاب، ربات لي ولادي حسن تربيه بارك الله فيها. انا جيت لبلادي بنسوي الوضعيه نتاعي، قال لي كان كاين كاروندري دير كاروندري. جيت لقيت روحي في السجن، موش عيب، وكنت ديت في السجن احسن سلوك في السجن، وخارج الجزائر وخارج السجن احسن سلوك في مدينه قسنطينه. الله فرحت اعتراف باسكو تعذبت معايا مسكين، تعذبت صحيح. اش هي الام كبرتها مني، جيت لقيتهم رجال في المطار ما عرفتهمش. هي تاج راسي، هي واش بك يا اخي، هي تاج راسي. التحيه الكبيره هي للزوجه تاعي، التحيه الكبيره هي للزوجه. المهم نشكر الزوج تاعي كي هدا لي الهديه هذه، والحمد لله كي ولا من فرنسا بخير وعلى خير، والولاد ولينا الحمد لله وخلاص. نعيشوا هنا في البلاد ونعيشوا مع بعضنا ونعيشوا، واش بك. وتحيه الجزائر.